متن الأربعين النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث الثالث والثلاثون: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.